السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده في رامفا عشان اقول لكم على سيل البلاك فرايداي اللي موجود عندهم. هنبدأ بالبرفانات. اول حاجة في البرفانات جود جيرل. انا جود جيرل بحبها قوي، من مفضلاتي. جود جيرل الناس اللي بتحبها عارفين ان هي سعرها غالي، هي ب 1675 في السيل، وده سعر كويس بالنسبة للناس اللي بيحبوها. كمان ايفوريا ب 950 بعد الخاص. ايفوريا الرجالي ب 675 بعد الخاص. الناس اللي بتحبوا البادي سبلاش فيكتوريا سيكريت الثلاثة ب 700، وبايس اند بادي وركس برضو الثلاثة ب 700 عليهم خاص. كمان ندخل بقى في الميك اب. البنات بقى اللي عايزه يبقى عندها ميك اب كتير وبسعر قليل، تبقى لمت كذا حاجه في بسعر قليل. بصوا هقول لكم على حاجه. اي باليت ريفوليوشن، سواء بقى هايلايتر سواء كونتور سواء اي شادو، يعني دي هايلايتر واي شادو ب 450. اي باليت فيهم ب 450، اي واحده يعني. الشوكليت باور بتاعت ريفوليوشن برده ب 450، الوانها من جوه عليها الكسبور اهي، الوانها حلوه قوي. اي باليت يعني انت ممكن تعملي باليت اي شادو وكونتور ب 900 جنيه، وكمان باليت تانية فيها روجاجو وهايلايتر يعني ممكن تعملي كل القصة دي ب 1200 جنيه، يبقى عندك باليت اي شادو وباليت كونتور وباليت هايلايتر وروجاجو. كمان الباليت الكبيرة بقى اللي بيبقى فيها هايلايتر بقى وروجاجو دي ب 990، عليها سيل برضو حلو قوي. كمان هقول لكم، بصوا بقى الباليت دي جواها الوان اي شادو، كل الالوان الخياليه لو انت ميك اب ارتست تستخدم تجيبيها اهي. شايفين فيها كام لون؟ دي لو بنت بقى ميك اب ارتست ولسه بتبدا وعايزه باليت يكون فيها كل الالوان، هي ب 700 بدل من 1400. دي باليت لوك ايفر. كمان في كونسيلر وكوريكتور ال اي جيرل ب 79 جنيه، ده من انواع الكونسيلر الحلوه او التحفه ب 79. اي واحده الناس اللي بتدور على ديب لاينر حلو وثابت، ديب لاينر ريفلون ب 150 جنيه. في لاينر تاني بتاع محمود سعيد، بنات كتيره ميك اب ارتست بيحبوه وبنات كتيره شافوه وشافوا ريفيوهات ليه وبيدوروا عليه، ده ب 125. كمان ماسكارات بقى، اي مسكرة من ريمال ب 100 جنيه، اي مسكرة من ريمال ب 100 جنيه. انا بستخدم الخضرة دي، الخضرة دي حلوة قوي انا بحبها وكنت بدور عليها بقالي فترة، هي حلوة قوي بتكثف الرموش ومش بتعمل تكتلات، هتعجبكم جدا للبنات اللي بيسألوا عن نوع مسكرة كويس. في مسكرة علاجية كلينيك، ده براند معروف ان هو براند علاجي اكتر من انه تجميلي للبشرة بقى وللرموش والكله. انا كنت بستخدم من عندهم فاونديشن بتاع كلينيك، كان حلو قوي معايا وما بيزودش الحبوب والتغطيه بتاعته كويسه. دي مسكره ب 350 جنيه علاجيه، بتعالج الرموش وبتكثفها، مش بتوقع الرموش. مسكره كلينيك ب 350 جنيه غاليه، بس مسكره كويسه قوي للناس اللي رموشها خفيفه وبتقع. روج اوفرا ب 250، كل الدرجات موجوده. بصوا بقى، روج ستيلا معروف ان هو روج غالي، روج ستيلا ب 199 جنيه اي لون. روج ستيلا من الارواج الحلوه، في بقى كل الدرجات هتلاقوها. ايه كمان؟ اي روج من اوستراليوس ب 199 جنيه، ب 200 جنيه. اي روج من مابيلين ب 200 جنيه اي درجه. ده كونسيلر ايسنس ب 75 جنيه، كونسيلر حلو برده. ايه كمان؟ بصوا اي حاجه من ماكس فاكتور، باودر فاونديشن اي حاجه ب 290. ناس كتير قوي بيحبوا ماكس فاكتور ب 290، الباودر او الفاونديشن او اي حاجه من ماكس فاكتور. الناس بقى اللي عايزين فاونديشن حلو ولطيف وبيقعد كتير، فاونديشن اوفرا. فاونديشن اوفرا من انواع فاونديشن الحلوه اللي بتعمل فول كفرج وبتديكي شكل لوك حلو قوي ب 570 جنيه. فاونديشن ماك لكل البنات اللي بتسال عن فاونديشن ماك وبيحبوه وعايزين يشتروه، فاونديشن ماك ب 740.
فاونديشن ماك للبنات اللي بتحبوا. ايه كمان؟ باودر ماك برضو ب 740. في بنات كتير قوي بيحبوا باودر ماك، هي ب 740 موجودة. ايه كمان؟ باليت سلاك. باليت سلاك دي جواها، انا بحب حاجة سلاك بصراحة، جواها هايلايتر. عايزة يا جماعة اعرف بس باليت سلاك بكام؟ ب 575. بصوا، وهم وهم بجد من انواع الهايلايتر التحفة. جوه الستاند ده عليها خصم 50%. تعالوا هوريكم كمان، بصوا الحاجات اللي موجودة، سماش بوكس وبالم سبالم وكارولان وبوبي براون كلينيك، اي حاجة منها، ماك، ريفلون، ستيلا، اي حاجة في الستاند ده عليها خصم 50% بجد. ستاند كارولان 25%، اي حاجه موجوده في كارولان. انا بحب قوي الفيكس ده، بيثبت الميك اب وحلو، بيخلي الميك اب يلزق في وشك ما يخرجش لما انت اللي تشيليه. اي حاجه في ستاند مابيلين عليها خصم 20%. كل حاجه، باودر، موس، فاونديشن، ارواج، ماسكاره، كله. لوريال نفس الكلام، لوريال عندهم خصم 20% برده. كل حاجه في الستور عليها خصم بيبدا من 20% ل 70%. بارفانات كمان، بارفانات اهي 650، بارفانات دي، بارفانات دي 750 اهو، 550، 1550، 450، في كل الاسعار، غير بقى الخصم كمان. يعني في خصم على كل حاجه في الستور من اول 20% لحد 70%. في بقى انواع ميك اب ثانيه غير اللي انا وريتها لكم، كذا نوع باليت اي شادو. بنات الميك اب ارتست هيستفيدوا طبعا بالخصومات دي، هيلاقوا خصومات كبيره وقويه مش موجوده عند اي حد غير في رنفا. في كل اي حاجه هتفكري فيها في خيالك موجوده، هتلاقيها بخصم كبير زي ما قلت لكم، من اول 20 لحد 70%. كل البنات اللي بتسال عن فرش الميك اب، كل فرش الميك اب موجوده، كل انواع الروجات وكل انواع الايلاينر وكل اي حاجه بتفكري فيها في خيالك في الميك اب هتلاقيها موجوده في رنفا. هسيب لكم اللينك فوق الفيديو، لينك الفيسبوك ولينك الانستجرام. فروع رنفا فين بقى؟ فروع رنفا في مصر الجديده وفي التجمع وفي المهندسين. هسيب لكم برده العناوين في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اتمنى ان انتوا تيجوا وتنبسطوا بالسيل وتشتروا الحاجات اللي انتوا نفسكم فيها، وتبقى فرصه كويسه لاي بنت عايزه ميك اب وعايزه نفسها تشتري كذا حاجه. زي ما وريتكم، انتوا ممكن تعملي شنطه ميك اب كامله ب 2000 جنيه لو انت كمان داخله على جواز، فانت ممكن تشتري حاجات كتيره تبقى حلوه وباسعار كويسه.